هلو، السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد ودرس جديد. واليوم درسنا يكون على أسماء الإشارة، واللي هي this, that, these and those. كيف ما قلنا في الأول الفيديو، أسماء الإشارة اللي هنقراهم اليوم هما this, that, these, those. أسماء الإشارة هما كلمات كنستعملوهم باش نشيروا لشي حاجة. هاد الحاجة تقدر تكون مفرد أو جمع، أو تقدر تكون قريبة أو بعيدة. وكل واحدة من الكلمات قدامنا عندها استعمال خاص بها. نبدأ بأول اسم إشارة واللي هو this. this كنستعملوها لشيء مفرد وفي نفس الوقت قريب. مثلا this pen is good. كيف ما كتشوفوا كاين قلم واحد اللي هي مفرد وراه حدايا قريب مني. هادشي علاش استعملنا this. this كنستعملوها لشيء مفرد وقريب. ثانيا عندنا that كنستعملوها حتى هي لشيء مفرد ولكن مفرد بعيد. مثلا that pen is good. كيف ما كتشوفوا كاين قلم واحد اللي هو مفرد ولكن راه بعيد عليا. قلت ليه that pen is good، اللي استعملنا that. these كنشيروا بها الجمع قريب. مثلا these pens are good. كيف ما كتشوفوا كاين بزاف ديال الاقلام وقراب مني، هادشي علاش استعملنا these. واخيرا عندنا those واللي كنستعملوها باش نشيروا للجمع البعيد. those pens are good. كيف ما كتشوفوا كاين مجموعه ديال الاقلام اللي هو جمع وبعيد علينا، يعني جمع وبعيد اللي كنستعملوا فيها those. بعد ما سالينا من الشرح ديال الدرس ديالنا، ندوزو نشوفوا تمارين تطبيقيه. هنا نكون سالينا الدرس اليوم. ما تنسوش تدعمونا بلايك شير اند سبسكرايب، ونشوفكم في فيديو جاي.